النقطة الرابعة الكلام عن ستات تانيين، ودي بقى يا دي احنا ما بنعملهاش، ده بيبقى فخ بلا ما بتعملوهاش، ده بيبقى فخ. لا ايه رايك في شرفي الله؟ مش فخ. يعني ايه الله؟ يعني ايه اللي لا لا ده فخ، ما انت ما تقولش الله يعني ده فخ، ما لو قولي اقول وحشه مش حلوه مش عجباني. انا بس محتاجه اشرح مش. النقطه دي للمشاهدين عشان يقدروا يفهموا اكتر، يبقوا معانا في الحوار. النقطه دي انه مثلا ممكن زوجه تسال جوزها عن اي واحده في حياتهم، معديه مثلا بنت معديه في الشارع، جارتهم، صاحبتهم، قريبتهم، واحده في التلفزيون، واحده في التلفزيون، ايه رايك فيها؟ بتشوفها حلوه، بتشوفها وحشه، بتشوف مثلا شكلها انثى ولا ايه؟ فهو ما يحبش ابدا ان الست اللي في حياته تساله، مش عشان هو خايف على شعورها ولا ان هي مثلا تتضايق انه يبدي اعجاب بيها، هو بيبقى خايف لا هي تغير او تنكد عليه او تقول له ما انت الستات التانيه بتعجبك وانا ما بتقوليش الكلام الحلو ده، مش بيحسش بالراحه. فهو ما بيحسش بالراحه لما بيتسال السؤال ده، مع ان ممكن تكون اللي انت بتقول عليه انه فخ، في ستات ما بتعملش الفخ ده، في ستات بتاخد جوازها ان هم اصدقاء ليهم، فممكن تبقى قاعده مع جوزها في اي مطعم وتلاقي بنت اموره معديه فتقول له الله البنت دي اموره قوي، فهو يبص يقول لها حلو، فبيبقى نوع من انواع نوع من انواع فتح الحوار. انت بتفتح حوار مع، ما انا مش لازم في مواضيع معينه اللي اتكلم فيها مع جوزي، ممكن اتكلم كل حاجه، بس لو انا واثقه من نظرته للستات التانيه. بالظبط، ما اروحش الواحد بصبص واقول له رايك فيها. واثقه فيه، واثقه ان هو بيحبني ومش شايف غيري، فممكن اي بنت تانية لما اقول له ايه رايك فيها يقول لي لطيفه، اموره، مش عارفه كده. صح يا نوره؟ صح، بس يعني ما افتكر يعني في ستات بتعمل ده، ان هي تسال عن راي، وممكن فعلا يبقى فخ، ممكن اوقات تانية عادي هو هي واثقه في نفسها وشافت حاجه حلوه فتقول عليها انها حلوه، بس اعتقد انه اغلب الستات هنا في المجتمع ده لا، مش بيقبلوا اصلا ان هي تلفت نظره لواحده تانية. يعني انا قاعده في امان الله وهو قاعد معايا، ليه اقول له ايه رايك في فلانه؟ يعني انا بشوف، انا برضه مش مع النقطه يعني انا ما بعملهاش، ما بفضلش ان انتوا تعملوها، مش هما بيتضايقوا منها، دي نبطلها يا جماعه.